كل عام وانت بخير. انت بالف خير يا رب. تقول كل عام وانت بخير. والله اقول بالنسبه للشعب العراقي كله وبالاخص عائلتي واهلي، ان شاء الله يا ربي سنه خير، ويعني تمر هاي جائحه كورونا بسرعه، ولان الناس تعبت تعبت ماديا ومعنويا. اي والله. طيب امنيتي بالعيد انه مثل كل امنيه الشاب العراقي انه يكون مستقل بحياته، يكون يلقى الوظيفه اللي تليق به، وكذلك يكون مسؤول عن نفسه. طيب اليوم شوف اجواء العيد، احنا نلاحظ يعني مع كل الاسف اليوم اجواء العيد غايبه تماما عن المسجد. والله هو هذا السبب معروف انه بسبب الوباء اللي انتشر بالاونه الاخيره، بس الحمد لله شويه شويه العالم بدها ترجع بصورة طبيعية، وإن شاء الله ينتهي هذا المرض وتنتهي إن شاء الله نكون بخير. والله هي الأمة الإسلامية بشكل عام. أيوة. لا إنسان ما تقدر توصله وراح يقول لك كل عام بخير على الشاشة. والله ما عندي أحد يعني بالخارج صراحة. إي والله. إن شاء الله. حياك الله كل الهلبي. الله يسلمك ويعوضك ربي إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، وأنت بألف خير. نهنئ العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى، وإن شاء الله الله يبعد عنا البلاء والوباء، وبهاي المناسبة يعني إحنا نقول إن شاء الله يعني هاي نهاية الأزمة، ونترجى من الله عز وجل يعني أن يبعد عنا هاي الغمة بجاهنا بهاي الأمة. طيب اليوم تأثرت أسواقكم وسط هذه الجائحة وهذه الأزمة؟ طبعا تأثرنا، لأن تدري يعني الوضع هو صار عالمي على الكل، السوق كلش تعبان، الرواتب ماكو، الإيجارات مرتفعة، والحركة انت دا تشوفها يعني الحركة شبه نقول مو معدومة، وإنما الحركة أقل من الناس. إذا قارنا بين العام عيد العام وعيد السنة أكو فرق؟ طبعا فرق أقل، يعني احنا نقول فوق 50% الفرق، لأن الوضع أنت تعد تشوفه يعني بعينك، هاي الحركة تصير أخير يومين صارت يعني شبه حركة يعني باستلام الرواتب، وهاي فما السوق يتحرك ويا الرواتب. طبعا 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 هو هسه احنا معتمدين على الرواتب فقط، يعني لأن المدينة أنت تعرف مغلقة، رجل غريبة ما تجيها، معتمدة فقط على الرواتب، وهذا الوضع. والله احنا نترجى يعني إن شاء الله نقول يعني أن يبعد عنا الله الوباء والبلاء إن شاء الله، لأن تدري شون يعني الوضعية بالمدينة وبالعراق حيل متأزمة. أصدقائك ما راح تقدر تعايدهم وتقولهم كل عام. والله إحنا ما عدنا إن شاء الله، إحنا القريبين والبعيدين إحنا نتصل بيهم ونعايدهم. راح تطلعون تزاورون بالعيد لو قاعدة؟ لا أنا يعني بالنسبة لي ما أقدر أطلع، لأن دا تشوف الوضع شونه يعني، بس يصير يعني التعايد بالوسائل بالتليفون، اي يعني بالهاي فقط بالتواصل الاجتماعي. اي حياك يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، وانت بخير الصحه والعافيه ان شاء الله. لما تقول كل عام وانت بخير؟ والله أقول للعراقيين إن شاء الله كل عام هم بخير وصحة وسلامة، وينزل عنا هذا الوباء إن شاء الله على كل العراقيين وعلى كل الأمة الإسلامية إن شاء الله. أجمعين أجمعين. تذكر أول عيدية أخذتها؟ والله تقول لي أول عيدية أخذتها طبعا ما أتذكرها يعني، بس يعني وراها أتذكر يعني عيديات متتالية إن شاء الله. آخر عيدية لمن أعطيتها؟ لأولادي. آخر عيدية لأولادي؟ أي نعم. زين نلاحظ اليوم أسواق صار مرة فارغة، متضعين ماكو، شلون السنة الحركة التجارية بالعيد؟ والله ضعيفة، خاصة هذا العيد ضعيفة بسبب أولا هذا الوباء، ثانيا إذا هم يعني حددوا أنه العيد حظر تجول، هذا سبب، وسبب هاي الرواتب هسه يعني فكر الشهر اللي يجي ماكو رواتب، فشلون راح هذا؟ يعني الناس بدأت تقتصد بالراتب إلى درجة كبيرة، الناس ما تجي نعم. ما تصرف من اي نعم نعم، الشغلات الضروريه كلش يعني محتاجه كلش يجي ياخذها، قطعه قطعتين قبل ما المتبضع يجي ياخذ 10 حاجات، هذا الشخص الواحد 5 حاجات، هذا هسه يمكن قطعه قطعتين. اي طيب اذا قارنا بين عيد العام وعيد السنه، عيد اضحى العام وعيد اضحى لا فرق يعني هسه ربع وذاك 3/4. اي
ايه انت ملاحظ هذا الاسواق وكل المحلات يعني ايه مو بس يعني احنا، بينما احنا يعني هسه المفروض اخر يوم عيد قبل عرفات يعني المفروض يعني هسه ما تشوف بس بشر، بس بشر ايه بس هسه راح تزورون بالعيد راح تسلمون بحضرة التجوال؟ والله احنا نلتزم بحضرة التجوال يعني لازم نلتزم بحضرة التجوال لان هي قاعد نشوف احنا هسه هذا 3000 و2500 وهذا فلازم نلتزم بحضرة التجوال يعني هذا واجب مو هيك فش نسوي. اهلا وسهلا. نعد لكم مرة أخرى وهذه التغطية الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. السلام عليكم. السلام ورحمة. كل عام وأنت بخير. أنت بألف خير، صحة والسلام إن شاء الله على كافة العراقيين. نسأل الله دفع. والله إن شاء الله كل العراقيين نسأل الله أن يدفع هذه الغمة عن هذه الأمة وعن مدينتنا خاصة إن شاء الله. اليوم إحنا أعياد وجو الأعياد. نلاحظ إنه حركة تجارية متوقفة تماماً بمدينة سامرة. اليوم وين زباينك؟ وين راح الزبائن؟ زبائن رواتب ماكو، طرق مسدودة، سامراء مغلقة، العالم خايفة من وراء هذا الوباء وماكو الزبائن والرواتب لحد الآن ما موجودة. اليوم يلا نزلت وباكر هو عرفات، يعني باكر عطلة. اليوم نزلت باكر عرفات، باكر عطلة، هو يوم واحد. الزبون شو يقدر يتوضع من باكر؟ يعني الزبون باكر يروح على الغذائية لو يروح على الملابس ما يعرف. يعني تأثرت الأوضاع، يعني إحنا 3 أيام مثلاً حضرت جوال، 4 أيام نفتح، وقبلها كانت حضرت جوال أشهر وأسابيع، تأثرنا تأثير يعني قوي. نشوف هاي المعاناة. خلينا نروح على العيد. لم تذكر أول عيدية أخذتها؟ أول عيدية أخذتها من عندي، من والدي. كيف كانت؟ أذكرها 250 دينار. 250 دينار. كم عمرك الله يخليك؟ 30 سنة. 30 سنة. حب تتذكرها؟ تذكرها. آخر عيدية أنا طايشة. آخر عيدية لأخوتي. لأخوتي ذاك العيد. تتذكر آخر عيدية ذاك العيد؟ آخر عيدية لأختي 25. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير، صحة وسلامة إن شاء الله. كل عام وأنت بخير أخيراً. يعني والله. ماكو دعوة خاصة. اللي تقول كل عام وأنت بخير. أول شيء ندعي بها الوالد ووالدتي، بعدين الأهل، وبعدين مدينتنا للشعب العراقي إن شاء الله. شكرا جزيلا. حياك الله، كل الأهل خلبيتها، حياكم.